رياضة، ما هو النادي الأكثر تتويجاً بكأس السوبر المصري لكرة القدم حتى عام 2022؟ أهلي. عشان أنت أهلوية ولا؟ جداً جداً، حلوة جداً دي، يعني دي يعني تحس إن في سكينة كده بتطير كده. الأهلي القلب. الأهلي في القلب، أنا فاهمك كويس أوي لأنه في القلب عندي كمان. 11 مرة الهدف الأول. برافو عليك يا فاطمة، الهدف الأول النادي الأهلي.